والناس اللي بيتابعوني يبقوا عارفين ايه اللي بيحصل وايه الموضوع. جايز يكون حاجه لطيفه جدا احنا ما نعرفش. سيد وزير يقول لنا نص السؤال الاتي: صدر بتاريخ 3 يوليو عن القائد العام للقوات المسلحه قرارا او عملا يحمل عنوان بيان صادر عن القياده العامه، هو بيان طبعا القيادة العامة للقوات المسلحة، وتم نشره بالجريدة الرسمية في تاريخ صدوره، واحتوى هذا البيان على ما يلي. ده السؤال: عدم مقدور القوات المسلحة أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة نداء جماهير الشعب التي استدعت دورها الوطني وليس دورها السياسي، وأنها استشعرت أن الشعب يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم، وإنما يدعوها لحماية ثورته. دور القوات المسلحة في احتواء الموقف الداخلي وإجراء مصالحة وطنية بين كافة القوى السياسية، دورها في احتواء أسباب الانقسام المجتمعي وإزالة أسباب الاحتقان الداخلي. واستكمل السؤال بناء على خطاب رئيس الدولة الذي جاء بما لا يلبي مطالب الشعب، وبعد التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب واتفاق المجتمعين على خريطة مستقبل لبناء مجتمع مصري قوي متماسك، احتوت الخريطة على اللي حضراتكم عارفينه. ولكن الأستاذ طالب ايه؟ ده المهم قوي اللي هقراه اللي جاي. ماذا طلب الدكتور المحترم سيد الأستاذ؟ راجل اكيد طبعا دكتور دكتوراه محترم يعني على الرأس، ما فيش اي مشكلة وانا لا اشكك، ولكن سيد الوزير ضيفنا فعشان كده بطرح هذا الكلام. قال طلب ايه من الطلبة؟ طلبهم بالإجابة على عدة تساؤلات واردة على هذا النص، وهي: اذكر ما تعرفه عن، والعن بقى شوف اللي عن، 1 صلاحية مصدر البيان ومركزه القانوني، علما بأن البيان صدر بعد ثورة 30 يونيو 2013. 2 القيمة القانونية لهذا البيان الصادر عن وزير الدفاع. 3 شرعية أو مشروعية السلطات التي انشئت على أساس هذا البيان. 4 السند القانوني للإعلانات الدستورية التي أصدرها الرئيس المؤقت. العلاقة ده السؤال، وطالب الطلبة يجاوب على ده. العلاقة القانونية بين بيان القوات المسلحة وبين تعديلات الدستورية الصادرة في 18 يناير 2014 والتي ألغت في المادة 264 الإعلانات الدستورية السابقة عليها، والنصوص الدستورية في الدستور 12 التي لم تتناولها هذه التعديلات. وأنهى أستاذ المادة رجل محترم السؤال بملحوظة. إيه هي الملحوظة؟ لابد أن تكون الإجابة مختصرة وقائمة على أسس قانونية، وأنه لا شأن لها بالسياسة من قريب أو بعيد، وتم تخصيص 7 درجات لكل نقطة. ماذا تنتظر مني أن أقول بعد ما قلته؟ لا يا فندم أنا ما قلتش حاجة، ده أنا بقرأ الكلام. أنا لا معلم، هو الكلام بيتكلم عن نفسه. كلام بيتكلم عن نفسه. بيقول ايه يا فندم الكلام؟ الكلام بيوضح ان هناك رؤية وتوجه خاص بوضع هذا السؤال. وما العمل؟ جامعة القاهرة عليها انها تاخد اجراءاتها القانونية للتحقق من ما حدث ولمجازاته ان اخطأ. حضرتك اول مرة تعرف الكلام ده ولا عرفته من الصبح؟ انا عارفه من سيادتك دلوقتي. بس؟ حضرتك ما كنتش عارف الموضوع ده؟ انا من ساعة ما ابتدى يومي وانا جاي عليك من الوزارة وانا في اجتماعات متصلة. ده منشور النهاردة في كل الدنيا. ما انا لسه بقرا الكلام ده بالليل لما بروح. انما كويس ان انا يعني ادركت. لكن شايف ده كاستاذ بعيد عن الوزير. كمواطن قبل ان اكون وزيرا. طبعا واضح ان في تلميحات عديدة بتحمل توجهات واضحة يعني. تتطلب اتخاذ اجراء والتحقيق. على الجامعة ان تحقق. في هذا، لان ده في هذا التوقيت بهذا الشكل انا من وجهة نظري بيعني اثارة. يعني اثارة. اثارة. الكلام ده يعني اثارة. انا شايف ان ده اثارة. اثارة لمفاهيم غير مطلوبة وبيحمل توجه بعينه على الجامعة انها تتحقق
من صحة هذا من خلال التحقيق معاه، وإذا ثبتت الإدارة يجب أن يوقع جزاء. متى يتدخل السيد الوزير؟ إمتى؟ إذا رئيس الجامعة مش بتهم حد، أنا بتكلم هنا في المطلق، رئيس جامعة في أمر ما لم يتدخل، إيه سلطات الوزير في التدخل؟ ولا رئيس الجامعة هو كل حاجة؟ لا، مش كل حاجة، احنا عندنا سلطات ونستطيع أن نتدخل، لكن احنا بنحترم الترتيب، والترتيب طبقا للقانون، ان احد اساتذة كلية الحقوق هيبقوا زملاء. ايوه. وضع السؤال عليه ان يكلف طبقا للقانون بالتحقيق معه، واذا كان وجوده على رأس العمل ممكن ان يؤثر على نتيجة التحقيق، ممكن ان يطلب المحقق ايقافه عن العمل، اذا لم يكن مؤثرا هيحقق معاه دون ايقاف. بعد ما ينتهي التحقيق بيرفع لرئيس الجامعة الذي يتخذ بدوره الإجراء. إذا اتضح أن الإجراءات دي تمت بشكل سليم هنحترم رأي والجانب القانوني، إذا كان في شيء غير كده هنشوف من المستشارين القانونيين إيه اللي ممكن هو يتم.